أعزائي مشاهدي قناة زهرة العرب، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء من داخل الملاعب المفتوحة بكلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية. نلتقي مع عدد من النماذج المشرفة لطلاب الكلية الذين حصلوا على بطولات متميزة في كافة الألعاب الرياضية محليا وعالميا، ونبدأ هذا اللقاء مع أستاذ دكتور عمر فاروق الشيخ. نتعرف من سعادتك يا فندم على أهم الإنجازات التي تشهدها كلية التربية الرياضية حاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كلية التربية الرياضية محقق إنجاز كويسة جدا، وأخرها كانت عاملين مجموعة من العروض الرياضية، يمكن كانت بإشراف كبير من الدكتور إبراهيم غريب مدير عميد الكلية والسادة أعضاء تدريس، وخاصة قسم التمارين والجمباز قاموا بالعروضيات، والطلبة الحمد لله من خلال خبرتهم اللي تعلموها من أساتذتهم قاموا بالعروض الرياضية بنفسهم وبجهدهم بتوجيهات من أساتذتهم طبعا، لحد ما خرجت بصورة الحمد لله مشرفة حضرها السادة المسؤولين عن الجامعة، السيد رئيس الجامعة الحمد لله الدكتور معوض الخولي، وأشادوا الحمد لله بالإنجازات بتاعة الطلبة. دلوقتي الحمد لله هنبدأ نعرف الطلبة، ناخد نماذج للطلبة اللي حققوا بطولات متميزة. هناخد طالب طالب وكل واحد هيتكلم عن نفسه وعن إنجازاته. تمام. وعن الطموح اللي هو بيأمل إن هو يوصل له. طيب نبدأ مع مين حضرتك دلوقتي؟ هنبدأ بالطالب الأول الطالب عمرو. طب تقدم عرف نفسك بقى حضرتك. انا اسمي عمرو ابراهيم عبد الرحمن قاسم، طالب في فرقه تانية في جامعه المنوفيه البلديه. البطوله اللي والتخصص اللي انت تميزت فيه والبطوله اللي حصلت عليها بقى. انا بلعب كونغ فو، كان السنه اللي فاتت جبت اول جمهوريه، وبعدين لعبت افريقيا جبت فيها اول، وبعد كده بحر متوسط جبت فيها ثالث، وبعدين عالم ما جبت فيها رابع. التدريب بتاعك كان فين او الانديه اللي انت لعبت فيها قبل ما تيجي هنا الكليه؟ بتمرن في وسنا هنا مع الكابتن محمد توفيق، وبتمرن باسم نادي مؤسسه رياضيه عسكريه، مؤسسه عسكريه. تمام. طموحاتك بقى المستقبليه؟ يعني ان شاء الله بكون اطور مستواي في اللعبه، يعني ما اوقفش لحد رابع عالم، ممكن ابقى اول اللي اخش في الموضوع ده، وفي العلميا ان شاء الله اكون يعني عالم في المجال بتاعي. تمام، امنيات متميزه ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله باذن الله. طالب عندنا طالب زغلول فرقه ثالثه، هبدا يعرف عن نفسه ويقول انجازاته. محمد ابراهيم زغلول، طالب فرقه ثالثه كليه التربيه الرياضيه، لاعب كمال اجسام، سجل بالاتحاد المصري، اول محافظه المنوفيه، اول جمهوريه، عامل رابع عالم. باذن الله طموحاتي في المستقبل ان انا احقق اول عالم، واتجه للاحتراف في اللعبه. البطولات اللي حققتها في الفتره الاخيره دي اكيد كان في اصرار وفي تدريب وفي ممارسه من خلال انديه مختلفه ولا من خلال الكليه هنا؟ لا، من خلال الكليه، توجيهات طبعا سياده العميد واعضاء هيئه التدريس طبعا، والخبرات اللي اكتسبتها هنا من الكليه طبعا تحت اشراف مدربي كابتن محمود نبوي. باذن الله يعني في الفتره الجايه اقدر اقدم انجازات كامله يعني. تمام. نتعرف برضو كده على حضرتك ونشوف اهم التميز بتاعك. فرقه التربيه الرياضيه عمر احمد محمد، فرقه التربيه الرياضيه جامعه المنوفيه، لاعب سباحه ولاعب يد سابق، وحاليا مدرب في نادي وادي دجله، وحكم منطقه لكره اليد. نصيحة بتوجهها لزمالك من الطلبة اللي في كلية التربية الرياضية عشان يتميزوا زي ما تميز. المفروض كل واحد يستغل الفرص اللي بيجيله عشان نبدأ نحقق مستقبلنا، ونبدأ نكتسب الخبرات من خلال الملاعب والأندية والميادين اللي احنا بنتعامل معاهم بنحتك بيه. تمام. وعنصر آخر من العناصر المتميزة نتعرف بحضرتك. طالب أحمد جمال السيد عيسى، فرقة تانية جامعة المنوفية كلية التربية الرياضية. المجال اللي تميزت فيه في الكلية هنا ايه بالنسبة للألعاب الرياضية؟ مجال الكاراتيه، حصل على 2018 ثالث كأس مصر، وجايبين كمدرب مساعد تاني دوري درجة أولى باسم المؤسسة العسكرية الرياضية. جميل. بتتواصل الانجازات مع نماذج اخرى متميزه، وبنتعرف على عنصر اخر من العناصر اللي تميزت في كليه التربيه الرياضيه. اسمي محمد اشرف احمد سلام، رئيس اتحاد كليه التربيه الرياضيه، لاعب العاب قوه، بطل محافظه المنوفيه 12 سنه على التوالي، بطل الجمهوريه، بطل مدارس مصر، وسنه 2016 2017 الحمد لله حققت بطل الجامعات، وباذن الله هدفي ان انا ابقى صعب رقم مصر في سباق 100 متر وان شاء الله عن قريب يعني. كرئيس اتحاد الطلاب اكيد في مسؤوليه كبيره عليك هنا بالنسبه للكليه، يعني ايه؟ اتكلمنا عن الجزئيه ديت. ضغط ومسؤوليه ان انا اوفق ما بين الثلاثه، دراستي وتمريني وخدمه الطلبه، فدي حاجه صعبه، بس الحمد لله ربنا واقف جنبي والاداره مساعدانا الى حد ما. طب جميل جدا. عنصر اخر من العناصر اللي تميزت في كليه التربيه الرياضيه من ابنائنا من الطلاب، نتعرف بحضرتك. اسمي الطالب كريم منتصر صقر، فرقه ثالثه كليه التربيه الرياضيه، لاعب منتخب كلية التربية الرياضية، حاصلين على الدوري الجامعة لمدة 3 سنوات على التوالي،
لاعب منتخب جامعة عصيرين برضو على الدوري والتصفيات أوائل تصفيات على مستوى الجمهورية في الجامعات وأتمنى إن شاء الله إن نلعب في الممتاز. تمام نتعرف بحضرتك برضو. محمد شعبان عبد العظيم طالب فرقة تانية كلية تربية رياضية بلعب كرة قدم بنادي بتروجيت. حاليا في نادي بتروجيت بالدوري الممتاز. طيب نصيحة توجهها لزملائك من الطلاب حتى يستطيعوا أن يتميزوا في الألعاب المختلفة. أهم حاجة إن هم إن شاء الله حافظوا على نفسهم ويقدموا ويجتهدوا في كل مجال كل لعبة بيلعبوها عشان بإذن الله. مركزك إيه في بتروجيت بقى؟ ظهير أيسر. والسنة دي أعتقد إن كان الأداء متميز بالنسبة لفريق بتروجيت في الدوري الممتاز. مش على قد المستوى يعني بس الحمد لله حققنا المراد يعني ان احنا نلعب في الدوري. ما زال بتروجيت مستمر في الدوري الممتاز لهذا الموسم. هو ده المراد.